بحلقة السبيشال انجريدينز لهذا الأسبوع رح نتعرف على فاكهة تعتبر من أهم الفاكهة لجسم الإنسان، بيساعدنا نحارب كتير من الأمراض. يوم الشيف حيعرفنا أكتر على الرمان. هاي شيف. هاي ملك. كيفك اليوم؟ نشكر الله. اليوم عنا رمان. اليوم رح نحكي عن الرمان اللي هو من الفوائد، من الفاكهة اللي عندها كتير فوائد، خاصيتها بالفيتامين سي بالمضاد الأكسدة. بنعرف إنه هو سوبر فود، كتير بيحكوا عنه كسوبر فود، بيشرب كعصير، أما بيتاكل كأكل، أما بيحط بالسلطة. فاليوم حنعمل كمصفي سلطة، حنعمل يخنة حلو فيه مع لحمة، حنعمل نوعين سلطة، واحدة مع شمندر، لأنه كمان شمندر سوبر فود ما ننسى. طبعاً. حنعمل واحدة مع رز بري، بسموه الأسود، الرز الأسود بسموه الرز البري. أكيد هذا الرز ما بيطلع مثل الرز العادي، هذا بيطلع عشة فوق المي، مش بقلب الوحل أما الرمل التراب مثل الرز العادي. أول شيء حنبلش نسلق هذا الرز. أكيد لا يستوي. هذا حطينا مي على النار لتسخن، حنحط معه شوية ملح. نسلقه مثل ما بنسلق الرز العادي ولا كمية المي بتختلف؟ لا، لأنه هذا مش ما بينطبق طبق مثل الرز، بتسلقيه لا يستوي، بس يستوي بتشلي ما بتعيري مي. أوكي. أكيد بتحطي بس للكمية، يعني يرمغوا شوي زيادة فوق بس لا يستوي. بننسلقه، حطينا ملح هلا بالمي. حناخد نبلش نحضر اللقطين، حنحط معه لقطين. أوكي. سو عم نلاحظ إنه سوبر فود لقطين كمان بدها كاروتان منيح، هو أكيد في كاروتان وفي بقى فيتامين سي، كل هو بدك فيتامينز في بالرمان اللي بيساعدنا على حماية جسمنا. طبعا.